شيخ، أنا ممكن قبل 3 سنوات تقريبا واحد من الزملاء اتصل علي قال أبغى منك مبلغ من المال. نعم. طبعا هو يعني ما كان عنده المبلغ هذا، وقال لي كمان السبب، قال السبب أنه الله يكرمك شوه يعني مع بنته كذا يبغى ينزلوا الجني. فأنا أعطيت الفلوس بعدين تندمت على هذا وما أدري هل علي شيء أنا أو لا. لا عفوا، طلب منك مبلغا قرضا ولا إيه بالضبط؟ إيه قرض يعني سلف، أعطيني المبلغ هذا أنا ما هو متواجد معايا الآن. أنا مش فاهم، يعني شخص طلب منك مبلغا من المال قرضا بالريال أو بالجنيه؟ لا لا بالريال. بالريال، إذن يرده ريال، إيه المشكلة؟ لا لا، هو السبب اللي أخذ الشيء هذا أيوة لإسقاط جنين، يعني لإسقاط جنين. أي ظلمته جنيه. أيوة إيه؟ لإسقاط جنين وأنت لا تدري. إيه؟ يعني شخص اقترض من شخص مبلغا من المال لإسقاط جنين من بطن أمه، وهو إذا كان المعطي لا يدري لا إثم عليه، لا إثم على الفاعل. إذا كان المعطي يدري يأثم، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو عاون على الإثم والعدوان بإسقاط الجنين. نعم.